وأخيرا وصلت نسخة البابين من وايلد تراك فورد بورينكو 2023 بشكل سريع. نبدأ تقييمنا للسيارة ونتكلم عن تفاصيلها بشكل كامل. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا غاليين. تغطيتنا اليوم من صالة الناغي وكيل سيارات فورد بالمملكة، نستعرض مع بعض فورد بورينكو موديل 2023. قبل كذا صورنا كل الفئات، الوالد ترك بالفورد دورز أو أربع أبواب، وفي نسخة الرابتر، وكل الفئات صورناها لكم بالوقت السابق. لكن الحين جينا نصور نسخة البابين من وايلد تراك، طبعا تعتبر فئة بميزات عالية ما شاء الله، بتصميم جميل للسيارة. مثل ما انتم ملاحظين تصميم السيارة كيف جاية هذه الطريقة، واضحة من بدري. غير كذا فتح السقف، بامكانك تفك كل شيء بالسيارة، طبعا كل البراغي اللي موجودة هنا بامكانك تفكها بشكل كامل. طبعا اي براغي اللي مكتوب عليها هذا بورينكو بشكل كامل بامكانك تفكها. وهنا التصميم في الواجهة الامامية، صدام الامامي، رادار، انظمة استعار بشكل كامل، هنا اشارات بمرايات، وايلد تراك. طبعا هنا الدعاسات الجانبية، الحصان الجامح لفورد، وهنا الجزء الخلفي. طبعا تقييم استهلاك الوقود بالسيارة، هنا كلة البنزين تمشينا بالسيارة 9.7 كيلو، تقييم سيء، بنزين 95. كأنها صحاري كذا ما شاء الله. من الجزء الداخلي مراتب جلد، وضعيات القيادة، الشاشات، الدبل هنا ما شاء الله، فتحت السقف بشكل كامل، بإمكانك تشيل السقف بالكامل. مراتب طبعا تحكم فيه يدوي، هنا إنارة تتحكم فيها بهذا الزر. طبعا هنا كله مطاط الأزرار هذه، طبعا في حالة انك كنت فاتح السقف ونزلت مطرة فأكيد بتكون حماية بشكل أفضل. هنا سعر السيارة 279,000 ريال، وهذه باقي تفاصيله. ما شاء الله، هنا الجزء الخلفي، هذه المساحة الخلفية بشكل كامل. رايكم بالسيارة ما شاء الله جميلة بالتصميم. طبعا نتكلم عن محرك سعة 2.7 لتر الأحسنة، 310 حصان، عزم 540 نيوتن، مرتبط بناقل حركة 10 سرعات، محرك 2700 سي سي، 4 سلندر، مقاس الجنب 17 إنش. وهذه باقي تفاصيله. ما شاء الله فيها كاميرات محيطية 360 درجة، فيها حساسات أمامية وخلفية، فيها تحذير التصادم الأمامي وفرمة الطوارئ، بمعنى فيها رادار، فيها أنظمة استشعار بشكل كامل، هذه الحساسات الأمامية. والله تصميم السيارة جميل، تصميمه مرة بطل ما شاء الله. وهنا شعار الوايلد تراك. طبعا هنا نسخة الرابتر اللي صورتها لكم، نظام تعليق مختلف، كل شيء في السيارة مختلف. طبعا جيت للصالة هنا بس عشان أصور نسخة الشلبي والرابتر من فورد F-150، حبيت أن أغطي لكم هذه بشكل سريع ونشوفها مع بعض بشكل كامل. فبالنهاية أتمنى التغطية نالت إعجابكم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا في خانة التعليقات وش السيارات اللي تبغون نستعرضها لكم بالأيام الجاية. في أمان الله.